الآن إلى ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث اتهمت موسكو السلطات في كييف بمهاجمة سفينة حربية تابعة لها أثناء قيامها بدورية في المياه الإقليمية التركية، مؤكدة أنها أحبطت الهجوم. من جانب آخر، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن موسكو سترد بحزم شديد على التوغلات المسلحة المستقبلية بعد هجوم شنته مجموعات عبرت من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية. إذن الرواية الأوكرانية نرصدها مع مراسلنا في كييف إياد ستيتية. إياد، أهلا بك. طبعا أطلعنا على الرواية الأوكرانية، وهل من معلومات جديدة فيما يخص هجوم بيلوغرود؟ نعم سونيا، مساء الخير. مساء الخير وائل. هناك معلومات أو مستجدات حول هذه الهجمات التي قامت بها مجموعات من مما يعرف بفيلق روسيا الحرية لروسيا وفيلق المتطوعين الروس انطلاقا من الأراضي الأوكرانية. رئيس المجلس القومي الأوكراني أليكسي دانيلوف كان قد ألمح اليوم إلى أن هذه الاختراقات قد يمكنها أن تتكرر في المستقبل، وقال بأن سكان الروس في هذه المناطق المحاذية للحدود الأوكرانية هي لن تنعم بالسلام ما دامت روسيا تشن الحرب التي وصفها بالإجرامية ضد الشعب الأوكراني. قبل قليل سونيا كان قد انتهى مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم هذين الفيلقين، هو يعني جاء بكثير من المعلومات أبرزها أن هذه المجموعات كانت قد تسللت إلى منطقة بلغراد الروسية وتحديدا في منطقتي باريسفكا وجراي فارون. هو قال بأن قواته قد تقدمت نحو 42 كيلومترا في عمق الأراضي الروسية، وقال أنه قد تفاجأ بأن لم تكن هناك أي مقاومة من قبل أجهزة الأمن أو العسكريين أو الروس في محاولة لهذا الاختراق. تحدث عن أن يعني هذه المجموعات كانت قد استولت على أسلحة ومعدات ودمرت أسلحة أيضا ومعدات، أعطبت آليات للقوات الروسية في هذه المنطقة في منطقة بلغراد، ونفى أيضا في الوقت نفسه أن تكون أوكرانيا قد مدت هذه المجموعات بأي أسلحة أو معدات أمريكية. هو قال بأن روسيا تصرف ميزانيات كبيرة جدا من أجل تعزيز أمن حدودها، وخاصة في هذه يعني في ظل الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وخاصة في المناطق الحدودية، لكنه قال بأنه لم يشهد وجود مثل هذه التعزيزات، وذلك بحسب قولها أنه تمكنت هذه المجموعات بكل سهولة من الاختراق والوصول بعمق أكثر من 40 كيلومترا داخل الأراضي الروسية. يعني هذا بالمجمل فيما يتعلق بالأحداث التي جرت في منطقة بلغراد المحاذية للحدود الأوكرانية. سونيا، في هذا التقرير نسلط الضوء على الأحداث الميدانية والسياسية في أوكرانيا. إليكم. لا نهاية تلوح في أفق تشوبه غبار المعارك وتتصاعد فيه سحب سوداء تنذر بمزيد من بؤس الأوكرانيين وشقائهم. دائرة العنف في بلادهم تتسع شيئا فشيئا لتصل داخل الحدود الروسية في منطقة بلغرود. توغل عسكري لمسلحين بمركبات مدرعة قادموا من أوكرانيا، يقول الجيش الروسي إنه تصدى لهم وكبدهم خسائر فادحة. أكثر من 70 قتيلا أوكرانيا سقط، بينما أجبر من تبقى على العودة من حيث أتى. أصابع الاتهام الروسية وجهت إلى كييف رغم إعلان مجموعتين معارضتين للحكومة الروسية مسؤوليتهما عن الهجوم. بالنسبة لكييف، ما يحدث في بيلوغورود شأن روسي داخلي لا علاقة لها به، هي تراقب عن كثب ما يحدث على الأراضي الروسية معنية فقط بالدفاع عن أرضها. في الشرق الأوكراني، حيث يضع الروس ثقلهم العسكري لاختراق الدفاعات الأوكرانية، اشتباكات عنيفة.
26 اشتباكا شهدته مناطق باخموت وأفدييفكا ومارنيكا وليميان وكبيانسك خلال الساعات القليلة الماضية على ما تقول هيئة الأركان الأوكرانية. غارات روسية مكثفة وهجمات براجمات صواريخ أمطرت مواقع الجيش الأوكراني والمنشآت الحيوية والبنى التحتية والمناطق السكنية. الجيش الأوكراني في المقابل رد بغارات على مواقع تتمركز فيها القوات الروسية، يقول ويؤكد مقتل عدد من الروس وتدمير معدات عسكرية وعتاد لهم. هكذا يتكرر المشهد الأوكراني يوميا دون جديد فيه سوى مدن تتلاشى ومآس تزداد على قاطنيها. إذن كان هذا التقرير حول الوضع الميداني في أوكرانيا. إياد، الآن بعد تهديدات شويغو برد حازم وقاس، هل من ردود فعل أو تصريحات أوكرانية على ذلك؟ سونيا، لغاية الآن لم نرصد أي ردود أفعال من جانب المسؤولين الأوكرانيين على التهديدات الروسية فيما يتعلق بما إذا حصلت هناك أي توغلات أو اختراقات للحدود الروسية بانطلاقا من الأراضي الأوكرانية. لكن اليوم كانت هناك أيضا تصريحات من المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريوسوف، الذي أقر بأن القوات الأوكرانية هي تتعاون إلى حد ما مع هذين الفيلقين، فيلق حرية روسيا والفيلق المتطوعين الروس، وقال بأن القوات الأوكرانية هي تشارك هاتين المجموعتين بالمعلومات وتقدم لهما الدعم اللوجستي، وكان قد نفى أن تكون أوكرانيا قد قدمت لهم أي معدات أو أي أسلحة أمريكية الصنع. هذا فيما تعلق بهذا الهجوم. في الناحية الأخرى أيضا هناك مستجدات ميدانية. الجيش الأوكراني تمكن خلال الساعات الماضية من صد 26 هجوما قامت به القوات الروسية في مختلف المحاور في الجبهات الشرقية. محور باخموت يبقى هو المحور الأهم والأبرز ربما في وسائل الإعلام الأوكرانية اليوم. تحدثت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حول مجريات الأوضاع الميدانية في هذا المحور تحديدا. هي قالت أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على بعض أجزاء من حي ليتاك الواقع إلى الجنوب من وسط المدينة. هي قالت بأن القوات الأوكرانية تسيطر على عدة مبانٍ في هذا الحي وعدة مرافق للبنى التحتية، وأنها تقوم بصد الهجمات الروسية على هذا المحور. بيان الأركان العامة كان قد أكد أن بلدة إيفانوفسكي إلى الجنوب من باخموت كانت قد تعرضت لعدة هجمات خلال الساعات الماضية قامت القوات الأوكرانية بصدها. أيضا هناك حديث عن أن القوات الأوكرانية كما يقول المتحدث باسم عمليات الشرق الأوكرانية، القوات الأوكرانية هي تقوم الآن بعملية ما يشبه التطويق من الأجنحة، أي من محيط محور باخموت من الجانبين الشمالي ومن الجهتين الشمالية والجهة الجنوبية. قال بأن القوات الأوكرانية حققت بعض التقدم أو بعض النجاحات الطفيفة. هي استطاعت أن تتقدم بعمق من 150 مترا إلى 400 متر في بعض هذه المناطق، وخاصة في المناطق الجنوبية الغربية من هذا المحور. هذا فيما تعلق بالمستجدات الميدانية. أيضا في المستجدات السياسية كانت هناك زيارة من وزير الدفاع البريطاني بن ولس اليوم إلى العاصمة كييف. كان هناك مؤتمرا صحفيا برفقة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف. بطبيعة الحال هو تحدث عن اللقاء الذي جمعه بالوزير البريطاني. قال بأن بريطانيا لا تزال على موقفها الثابت والداعم لأوكرانيا في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا على أراضيها. هو تحدث عن أنه يعني تداولوا خلال هذا الاجتماع وخلال هذا اللقاء اليوم في كييف عدة قضايا، من أبرزها تطلعات أوكرانيا إلى عضوية حلف الناتو، وذلك قبيل انعقاد القمة في فينوس. أيضا هو تحدث عن أن بريطانيا قد مدت أوكرانيا بالعديد من الأسلحة، وأبرزها مؤخرا ما قدمته بريطانيا من صواريخ من نوع ستروم شادو، وقال بأن القوات الأوكرانية قد استخدمتها بالفعل بنجاح خلال الأيام الماضية. شكرا.